أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. قال بحل أكل الجنين الذي في بطن المذكاة، يعني الإبل أو البقر أو الغنم، لو أنت ذبحته ولقيت في بطنها جنين، طبعا الجنين قد يخرج ميتا، فهل يجوز أكله أم يلقى؟ يعني واحد دلوقتي عنده معزة ولا عنده بقرة ولا عنده، المهم ذبح ما يعرفش إن هي كانت حامل، ذبح لقى في بطنها جنين، ماذا يصنع؟ هل يلقي بهذا الجنين أم يجوز له أن يأكل منه؟ ها؟ طيب، جماهير أهل العلم بل أكثر أهل العلم على أن المذكى إذا وجد في بطنها جنين يجوز لك أن تأكله، حلال. طب حلال ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قالوا يا رسول الله ننحر الإبل ونذبح البقر أو الغنم فنجد في بطنه جنينا، فهل نلقي به أم نأكله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال إذا أردتم أن تأكلوه فكلوه، إن ذكاته، قال إن ذكاته ذكاة أمه، إن ذكاته ذكاة أمه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن حينما ذبح الأم وذكر اسم الله صار الجنين تبعا للأم، فحينئذ يجوز لك أن تكون. طبعا ممكن واحد يقول لك أنا ما نفسي تأنف إن أنا أكل حاجة دي، ما أقدرش أكلها، خلاص أنت حر مش مشكلة، لكن ماشي ما فيش مشكلة، أنت ممكن تشوفها زفرة في غيرك غلابة هيأكلوها حتى لو كان فيها إيه، اديها للغلابة مش مشكلة، لكن هل هي حرام؟ هي دي بقى الكلام، أحسنت، هو ده الكلام، هل هي حرام أم حلال؟ حلال، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة هو الذي يرى أنه لا يجوز أكلها، والصحيح هو قول جماهير أهل العلم بأنه يجوز أن تؤكل. نعم، ما كنا ذبحت الذبيحة ولقيت فيها أو فلقيت فيها جنين، دلوقتي أنا هاخدها أفرقها وهشيل جنبها برضو على ذنب الناس اللي أنا فرقت له. مش هتشيل ذنب حاجة، لا طبعا ما لكش ذنب أصلا، لأنها حلال. ان النبي حللها، النبي احلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة امها ذكاة لها، يعني كانها طلعت وانت ذبحتها لانها جزء من امها. انت دلوقتي لما بتيجي تذبح الشاة او بتذبح معزة او بقرة او الكلام ده، انت بتذبح كل حتة فيها ولا بتذبح رقبتها بس وخلاص؟ لما بتذبح رقبتها واحدة واحدة، انت دلوقتي كده مش هي كده كلها بقت حلال؟ كل جزء فيها بقى حلال، الجنين ده جزء منها كذلك هو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه إن شئتم، كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. خلاص النبي قال لك حلال، أنت بنجادل ليه؟ خلاص حلال، أنت بقى مش حابب أنك تأكله أنت حر، لكن هو إيه؟ حلال. وهذا قول أكثر أهل العلم، محدش خالف غير الإمام أبو حنيفة بس رحمه الله، وحتى أصحاب أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالفوا الإمام أبو حنيفة، قالوا لا حلال أكلوها حلال، لكن إذا خرجت حية لابد من ذبحها. يعني لو افترض هو ذبح خرج من بطنها، اللي خرج من بطنها طلع حي، لازم تذبحه، لازم تذبحه، ما ينفعش تاكله كده، لازم تذبحه. طيب لو خرج حيا ثم بعد ذلك مات لا يجوز اكله، خلاص كده؟ لو خرج حي ثم مات قبل ان تذبحه لا يجوز، ايا كان هو لا يجوز اكله، انه كده بقى ميته، خلاص بقى ميته، لكن قبل ذلك زكاته كانت زكاه لامه.